حياكم الله مشاهدينا الكرام. ما أبرز علماء العربية من أبرز علماء العربية في اللغة والأدب في بلاد التركي والمشرق الإسلامي قبيل ظهور السلاجقة؟ كيف كانت صورة الأتراك عند العرب وما موقفهم منهم؟ وهل توجد معلومات عن الأتراك والثقافة التركية في اللغة العربية وآدابها؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي في الجزء الثالث. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي في الجزء الثالث. نرحب مشاهدينا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذ. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا هاتفيا من ورقلة في الجزائر، دكتور محمود بن راس، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة جيرسون التركية. مرحبا بكم وحياكم الله دكتور محمود معنا. إذن وسيكون معنا أيضا لاحقا عبر سكايب من أنقرة الأستاذ دكتور يعقوب جوالق، أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة يلدرم بيزيد. بدأ دكتور حمدي، نبدأ عن من علم من أعلام هذه المرحلة وتلك الحقبة، وهو الإمام الجوهري وأبرز كتبه طبعا معجمه الشهير الصحاح. نعم. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. في الحقيقة منطقة بلاد المشرق الإسلامي عامة فيها كثير من العلماء الذين خدموا اللغة العربية والعلوم الإسلامية. نعم. ومنطقة فاراب أخذنا منها في حلقة سابقة الفارابي صاحب ديوان الأدب. نعم. هذا المعجم الذي يمثل علما من أعلام مدرسة الأبنية في المعجمات العربية. واليوم بمشيئة الله تعالى مع ابن أخته هذا الجوهري ابن أخت الفارابي. الجوهري هو أبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري المتوفى سنة 93 و300، وقيل 98، وقيل في حدود 400، ولكن المشهور 393 في أواخر القرن الرابع الهجري. نعم. وهو كما قلنا ابن أخت الفارابي صاحب ديوان الأدب. الجوهري كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما. نعم. وأصله من بلاد الترك فاراب، من فاراب. نعم. درس أولا على العلوم الأولية، ودرس على خاله في موطنه، ثم ذهب إلى بلاد العراق ودرس على شيخي زمانه أبي علي الفارسي وأبي سعيد السرافي. طيب. ثم سافر إلى أرض الحجاز وطوف بالبلاد العربية وشافها الأعراب، ثم رجع بعد ذلك إلى نيسابور وأقام بها إلى أن توفي في السنة التي ذكرناها. نعم. له عروض الورقة وله المقدمة في النحو، لكن الكتاب المشهور هو الصحاح. الصحاح دكتور بالكسر؟ الصحاح والصحاح. يجوز يجوز الكسر ويجوز الفتح، لكن المشهور الكسر. نعم. لأن الصحاح جمع صحيح. صح. والصحاح مثل يعني صفة على وزن فعال، مثل صحيح. نعم. هذا المعجم يعد رأس مدرسة من مدارس المدارس المعجمية الخاصة بالألفاظ، وهي التي ترتب تبعا للحرف الأصل الأخير، يعني المدرسة القافوية، وجعلوه رأسا لهذه المدرسة. يعني الأول في هذه المدرسة الحرف الأصل الأخير باب، والحرف الأصل الأول فصل،
مع الترتيب تبع للحواشي. ولكن لماذا عفوا اشتهر هذا المعجم، وحتى كثير من العلماء من أصحاب المعجمات الشهيرة أخذوا وجعلوه يعني أساسا؟ هو مصدر من المصادر الخمسة للسان العرب. صحيح. لأنه في مقدمته ذكر أنه التزم الصحيح. يعني ولذا السيوطي يقول: وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ولذا سمى كتابه بالصحاح. وهو نفسه يقول في مقدمة كتابه: قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه. هو سبق بترتيب خاله. سبق. نعم. وتهذيب لم أغلب عليه في 28 بابا، وكل باب منها 28 فصلا على عدد حروف المعجم وترتيبها، إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهة بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية، ولم آل في ذلك نصحا ولا ادخرت وسعا. جميل. يعني نعم. اعتنى كثيرا بتحري الصحة. صحة. نعم. لكن المشكلة في الصحاح ما حدث فيه من أمور بعض المآخذ. المآخذ نختم بها اختصارا. نعم. نعم. ابن بري يكتب حاشيته لأنه الكتاب سمع عنه أو أخذ عنه إلى باب الضاد. ثم حدثت له وسوسة فصعد على المسجد القديم، سطح المسجد القديم بنيسابور، وربط يعني مصراعي باب وبحبل، وقال يعني فعلت شيئا للدنيا وسأفعل شيئا للآخرة، وظن أنه يطير فسقط ومات. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قبل أن يجهز معنا الدكتور محمود، ننتقل إذن إلى عالم آخر معك دكتور حمدي، ألا وهو الإمام الهروي. نعم. وسنتحدث عن كتابه الشهير أيضا الغريبين، وهو في القرآن والحديث النبوي الشريف. نعم. طبعا هراء فيها كثير أيضا من العلماء الذين خدموا اللغة العربية. من هؤلاء العلماء الإمام العلامة الشيخ الأديب اللغوي الفقيه المحدث المفسر أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي الباشاني. الباشاني قرية من قرى هراء. من هراء. نعم. هي الآن في أفغانستان كما ذكرنا سابقا. نعم. نسبة إلى إحدى مدن خراسان الكبار. فتحها الأحنف بن قيس صلحا من قبل عبد الله بن عامر. كلها في بلاد المشرق الإسلامي. جميل. نعم. طبعا قرأ على جماعة منهم أبو سليمان الخطابي من بوست. من بوست أفغانستان. كنا قد أخذنا. نعم. في حلقة. نعم. من أفغانستان. من أفغانستان. يعني من بلاد أفغانستان الآن. الآن. نعم. ما شاء الله. وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور محمد أحمد الأزهري. الأزهري. صاحب تهذيب اللغة. اللغة. ولذا أفاد كثيرا في معجمه الغريبين من كتاب تهذيب اللغة للأزهري. نعم. نعم. كان لغويا بارعا ومن علماء الناس في الأدب واللغة. وكتاب الغريبين في معرفة غريب القرآن والحديث يدل طبعا على تبحره واطلاعه وعلى مكانته اللغوية. توفي أبو عبيد الهروي في رجب سنة 1400. طبعا شيوخه كما قلنا الأزهري والخطابي وغير هؤلاء. ننتقل إلى كتابه. الكتاب. إذن باختصار. الكتاب معجم من المعجمات الخاصة. خاصة. وهي الخاصة بغريب القرآن وغريب الحديث. جمع الاثنين في كتاب واحد ورتبه ترتيبا هجائيا عادي، يعني سبق الزمخشري في ترتيبه هذا، وسبق الفيومي في الترتيب الهجائي. الترتيب الهجائي الألفبائي. نعم. فلذا يعني عندما يقولون الزمخشري هو رأس المدرسة الألفبائية الهجائية العادية، لا هو مسبوق في هذا، لكن هو رأس المدرسة الزمخشري الترتيب الهجائي العادي في المعجمات العامة. العامة. صحيح. نعم. نعم. لكن هذا في المعجمات الخاصة. نعم. معجمات خاصة، وطبعا هي سلسلة
مسبوق بالخطابي وغيره، وأتى بعده من الكتب الكبيرة ابن الأثير، لكنه سار في كتابه هذا سيرا حسنا وجمع فيه في غريب الحديث ما في كتاب أبي عبيد وابن قتيبة وغيرهما ممن تقدمه. نعم، من أيضا من مصنفي الغريب في غريب القرآن وغريب الحديث. وجاء يعني أنا أريد أن أذكر كلاما تستشهد ب هو استشهد باللغة بالشواهد الشعر وغيره. نعم، وهو بهذه المثابة في الترتيب الهجائي يعد أول معجم عربي التزم في دقة وإحكام الطريقة التي سبقت الزمخشري. نعم دكتور. إذن دكتور محمود بن راس، نرحب بك مجددا معنا. حدثنا عن الأصفهاني وكتابه الشهير الأغاني. شكرا لسؤالكم أستاذ الكريم. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني هو في الأصل قرشي من بني أمية، ينتهي نسبه إلى مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية. يعني هو ليس فارسيا بأصفهان. نعم، ليس فارسيا الأصل، لكن بالضبط لكنه ولد بأصفهان عام 284 للهجرة في خلافة المعتضد بالله في العام ذاته الذي توفي فيه البحتري، وتوفي فيه كذلك سيف الدون الهمداني وكفور الإخشيتي ومعز الدولة بن بويه في سنة 367، يعني توفي في هذا التاريخ. عرف الأصفهاني بكونه يعني لديه ظرف المجلس وحضور النكتة والبديهة، وعندما قدم بغداد درس الأدب واللغة والتاريخ والأنساب والشعر والحديث على يد ابن دريد ابن الأنباري والأخفش ونفطوي وغيرهم، وألم بكل تلك العلوم إلماما عظيما إلى جانب إلمامه بالطب والفلك والموسيقى، وقد ترك كل هذا خلفه في ثروة ضخمة من الكتب أهمها على الإطلاق كتاب الأغاني. كتاب الأغاني يعتبر أول كتاب اهتم بدراسة فن الغناء العربي، أو إذا شئنا أن نقول الأدب الغنائية، وتاريخ المغنيين منذ نشأة هذا الفن عند العرب، بل ويعد كتاب الأغاني مصدرا أساسيا ووحيدا لتاريخ الغناء والمغنيين. يعني هو الرائد في ذلك الأصفهاني. نعم، الرائد في هذا المجال. بالضبط، حتى أن كتابه هو الكتاب الوحيد، يعني هو الأول في هذا الفن. نعم. قدم في كتابه وصفا تفصيليا لجوانب الحياة في العصر الذي عاش فيه مؤلفه الأصفهاني، فقد اهتم بذكر أصناف الطعام والشراب والملبس وطرائق العيش بصورة عامة، مما جعل الكتاب ليس في الأغاني فقط بل في الآداب كذلك، لذلك هو مصدر للحضارة العربية لا غنى عنه. جميل. كان أبو فرج الأصفهاني في كتابه الأغاني يعني كان أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني كذلك ناقد للأخبار التي ينقدها، يعني كان ينتقد الأخبار التي يأتي بها في كتابه لأنه كان يرويها بأسانيدها ولا يأخذ النصوص بعلاده، يعني حتى لو أورد نصا ضعيفا يشرح بأنه ضعيف، هو من الماخذ عليه أن أغلب نصوصه ضعيفة يعني. بالضبط. وينسب الكذب إلى أصحابه، يعني هو كان يدري ويعرف ما الذي يقوله، لكن باعتبار الموضوع هو يريد أن يؤرخ للغناء. فلذلك كان يأتي بالخبر ويقول بأنه خبر ضعيف. طيب، بجملة أخيرة دكتور، كتاب الأغاني رغم أنه قيل فيه أنه أمجن كتاب ألف في تاريخ الأدب العربي، لكنه جزء لا يتجزأ من أدب العربي. الجميل فيه أن صاحبه جمع كل ما يرتبط بهذا الموضوع، لذلك لا نجد فيه الغناء فقط بل نجد فيه الآداب والحياة والتاريخ. جميل، إذن نبقى معك دكتور محمود، حدثنا أيضا عن عالم آخر من أعلام هذه المرحلة، ونتحدث بالضبط عن الفكر النقدي لدى العالم الكبير عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني
على طرفي النقيض، من الناحية العلمية أو من ناحية التأليف على الأصبهاني. لماذا؟ لأن عبد القاهر الجرجاني تميزت كتاباته ومؤلفاته بالعلمية أكثر والبعد عن القضايا الشاعرية. عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام 471 هجرية، يعني عاش في القرن الخامس الهجري، هو أحد أعلام الفكر العربي الإسلامي، وقد ذاع صيته بسبب تصنيفه مؤلفيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على وجه التحديد، وطرحه لنظريته في النظم النظرية المشهورة في اللغة. وقد اتخذ هذين المؤلفين مكانة مركزية في البلاغة العربية، لذلك اعتبر الشيخ عبد القاهر المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة أو لعلم المعاني بشكل محدد، وأول من قسم البلاغة إلى قسميها الأساسيين المعاني والبيان. والبيان قبل إضافة القسم الثالث الذي هو البديع. نتيجة لتطور، يعني نريد أن نقارب الموضوع بشكل مختلف بعض الشيء، نتيجة لتطور علوم البلاغة والنقد الأدبي في الغرب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين، واطلاع الفكر العربي على هذه العلوم، ظهر مرة أخرى الاهتمام بعملي الشيخ عبد القاهر الجرجاني. هذا شيء غريب، فقد ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين العديد من الأعمال لمتخصصي اللغة والنقد الأدبي العربي التي تعيد قراءة أعمال الشيخ عبد القاهر الجرجاني من وجهة نظر معاصرة. ورأى العديد منهم أن الجانب الذي يخص النقد الأدبي في عمليه المذكورين يعد من زوايا عدة سابقا لعصره، ومتفقا مع العديد من التصورات المعاصرة، كما رأى البعض الآخر أن أعماله تتضمن مبادئ في فلسفة اللغة، وهو من العلوم يعني الحديثة من حيث التسمية، لم تظهر إلا في أوائل القرن العشرين. طيب سأعود إليك مجددا، وقبل فاصل ديوان العرب دكتور حدثنا عن هروي آخر، وهو ليس أبا عبيد وإنما هو علي بن محمد النحوي، وسنتحدث عن كتابه الأزهرية في علم الحروف. تفضل دكتور. نعم، هذا العالم من علماء هراء، وتوفي في بداية القرن الخامس الهجري، لأنه ولد سنة 70 و300 وتوفي سنة 15 و400. هو أبو الحسن علي بن محمد الهروي. نعم، وكان هذا العالم كان عالما بالنحو، إماما في الأدب، جيد القياس، صحيح القريحة، حسن العناية بالآداب، وانتقل إلى الديار المصرية وأقام فيها وتوفي بمصر. توفي بمصر. نعم، هذا له طبعا مجموعة من المؤلفات، ولذا هو في الناحية المذهبية النحوية يتبع المدرسة المصرية التي جمعت بين نحوي البصرة والكوفة، وانتخبت من آراء علماء بغداد، وكانت له آراءه، ولذا كتابه الأزهية في علم الأزهية. نعم، الأزهية في علم الحروف، خاص في العوامل أو في الحروف، خاص بمعاني الحروف أو الحروف المعاني، الذي توج ذلك بعد ذلك ابن هشام بكتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. كتابه هذا من الكتب الرائعة الرائقة الخفيفة التي يفيد منها طالب العلم كثيرا، أنه يرتبه على الحروف الهجائية ويتكلم عن حرف المعنى ويتكلم عنه وما منزلته في الناحية النحوية وما أقوال العلماء فيه، وكان يتكلم دون أخذ برأي واحد في المسألة، وإنما كان يجمع كما قلنا آراء العلماء في المسألة، وكانت له آراء وأخذت عليه بعض الأمور. يعني هو لم يتقيد بمدرسة محددة نحويا، يعني هو يعد من المدرسة المصرية. المصرية المدرسة المصرية بغدادية. طبعا مدرسة انتخابية أو انتقائية، انتقت من آراء علماء أهل البصرة وعلماء والكوفة. أهل الكوفة و بعض آراء علماء المدرسة البغدادية. صحيح. وكانت له بعض الآراء، ولذا أخذت عليه بعض الآراء، وظهرت بعض المصطلحات الكوفية ليبين أنه لا يلتزم بمذهب واحد في كتابه. جميل. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، وستكون هذا الأسبوع مع البحتري، وهو شاعر دهره ونسيج وحده. البحتري ذو السلاسل الذهبية.
هو أبو عبادة الوليد الطائي، ثالث الثلاثة الذين كانوا أشهر أبناء عصرهم مع المتنبي وأبي تمام. يقال لشعره سلاسل الذهب، وقيل لأبي العلاء المعري أي الثلاثة أشعر؟ فقال المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. قال البحتري على بحر الكامل: رحلوا فأية عبرة لم تسكبي، أسفا وأي عزيمة لم تغلبي، قد بين البين المفرق بيننا عشق النوى لربيب ذاك الربرب. صدق الغراب لقد رأيت شموسهم بالأمس تغرب في جوانب غربي. مالي وللأيام صرف صرفها حالي، وأكثر في البلاد تقلبي. أمسي زميلا للظلام وأغتدي ردفا على كفل الصباح الأشهبي. ملك له في كل يوم كريهة، إقدام غر واعتزام مجرب. وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. يا مالك ابن المالكيين الأولى، ما للمكارم عنهم من مذهبي. قوم إذا قيل النجاء فما لهم غير الحفائض والردى من مهربي. يمشون تحت ضب السيوف إلى الوغى مشي العطاش إلى برود المشرب. يتراكمون على الأسنة في الوغى كالصبح فاض على نجوم الغيهب. حتى لو أن الجود خير في الورى نسبا لأصبح ينتمي في تغلبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي، ونحن الآن في الجزء الثالث. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من أنقرة، الأستاذ الدكتور يعقوب جوالق، أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة الدرم بايزيد. مرحبا بكم دكتور يعقوب معنا مجددا. مرحبا يا دكتور، كيف الحال؟ كيف الامور؟ ان شاء الله البرنامج يمشي حسن بشكل جيد. ما شاء الله حياكم الله بوجودكم ان شاء الله، ونتشرف بكم. ونسالكم دكتور يعقوب يعني ان تحدثنا متفضلا عن التاثير والتاثر بين اللغتين التركيه والعربيه. شكرا جزيلا يا دكتور نصير على هذا السؤال المهم. أن طبعا التقاء بين العرب والتركي والأتراك بدأ الاتصالات بينهم، طبعا اتصالات في أول الأمر كما قلت فيما سبق، الاتصالات في المجالات العسكرية والحربية، ويعني حتى بعض الجنود في الأمويين والعباسيين أكثرهم في العهد العباسي، معظم القوات من الأتراك. المهم هذا النقطة مهمة، التأثير والتأثر إذا وصل أتينا إلى هذا النقطة مهمة، أن طبعا اللغة العربية أكثر تأثيرا على اللغة التركية، لأن الألفاظ والكلمات كانت كثيرة ويعني مستعدة ويعني مناسبة لاستعمال العلوم العلمية والإسلامية. وأيضا طبعا بسبب أن الدين الإسلامي والقرآن والأحاديث والكتب الإسلامية وكتب الدينية كلها كانت مكتوبة باللغة العربية، ولذلك كان تأثير اللغة العربية على اللغة التركية أكثر. لذلك نجد حالا يعني ليس في الماضي، حالا أكثر من 6000 كلمة من أصول من جذور عربية مستعملة اليوم في اللغة التركية. هذا يشير إلى تأثير الكبير
اللغة العربية على اللغة التركية. وأيضا طبعا التأثير لا تكون من جهة واحدة، أو التأثر لا يكون من جهة واحدة، التأثير والتأثر من طرفين. صحيح. والطرف التركي طبعا اللغة التركية أثر على اللغة العربية طبعا في عهد الممالك، في عهد السلاجق، الذين لما يحكم الأتراك مناطق العربية، ولما يحكم القوات أو السلطات الأتراك هذه المناطق، من اللغة التركية دخلت كلمات أو بعض التعابير إلى اللغة العربية، مثلا أستا، باشي، باشا، كل هذا. أنا لا أريد أن أعد كل هذه الكلمات. صحيح. ولكن يعني مثلا دكتور هذه الكلمات التي تنتهي بالتاء طويل مثل حكمة، نشأت، مشهورة لدينا، حتى الأغا والأغوات، و كما تفضلتم يعني لازمة الجي لحد الآن تستخدم في الكلمات العامية في أغلب الدول العربية، يعني مثلا في هذه المهن يتحدثنا مثلا عائلة الشادرتشي في العراق لا تزال موجودة حتى الآن، فهذه كلها من تأثير اللغة التركية في اللغة العربية واللهجات المحكية. تفضل دكتور. حتى يعني انا عندنا بالجامعه طالبه هي عدت ماجستير لسالم، فيها كلمات كثيره جدا جدا اللغه التركيه موجوده في اللغه اللهجه العراقيه. مثلا انا احكي مش ابلا، هذه الكلمه التركيه ابلا يعني اخت الكبير. صحيح. واتك وادبشيز واتشيك، ويعني كلمات كثيره. الزجاجي، هذه العبارة أو إضافة، جي جي جو، أستجي، أو يعني هذه العبارات أو اللواحق تأتي إلى آخر الكلمات موجودة في، ليس في لهجة العراق فقط، يعني في لهجة تونسية، في لهجة الجزائر، أستا، أسك، كلمات أشو مثلا، أش يعني بمعنى الطعام، أشو يعني من يعمل الطعام. صحيح. وأغا مثلا كما قلت يعني افندي، افنديم، تشكرات، كل هذه الكلمات موجوده. طبعا بعض الكلمات اللي موجوده في اللغه العربيه اخذت من اللغه التركيه، طبعا هي ممكن من اللغات الروميه او اليونانيه. طبعا هذه اللغات منطقه اناضول او منطقه نحن نسميه ميزوبوتاميا، كل هذه المناطق اثروا على الاخر، يعني اللغة العربية تأثر بلغة التركية أيضا. وأيضا هناك علماء كثيرون يعني خدموا اللغة العربية. صحيح. في العهد السلاجقة، ويعني فتحوا المدارس ودرس في هذه المدارس اللغة العربية. معنى هذا أن حتى بعض كثير من الكتب الدراسية كانت تكتب باللغة العربية، والأتراك بعد ذلك بعد أن أسلموا استخدموا اللغة العربية في كتاباتهم العلمية الفقهية والدينية، لأنهم جعلوا اللغة العربية لغة العلم. صحيح. واللغة الفارسية لغة الأدب، لغة التركية لغة السياسة ولغة المعاملات اليومية. ولذلك نقول يعني أخيرا أن اللغة العربية أثرت على العربية أكثر، ولكن تأثير العربية لما قارن بين اللغتين تكون أكبر حجما. نعم صحيح. إذن في اللقاء الآخر أيضا سنستفيض في دور الأتراك في كما تفضلتم في لغة العلم والعلوم الإسلامية عموما، عبر سكايب من أنقرة الأستاذ الدكتور يعقوب جوالق، أستاذ اللغة العربية بجامعة أنقرة يلدن بايزيد. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور. شكرا يا دكتور ناصر، حياكم الله. إذن نعود الآن إلى دكتور محمود بن راس، إلى ضيفنا هاتفيا من مدينة ورقلة في الجزائر. حياكم الله مجددا دكتور محمود. حدثنا عن علم آخر من أعلام هذه الحقبة المهمة في تاريخ، وهو أبو منصور الثعالبي الأديب والناقد الشهير. تفضل دكتور محمود. شكرا جزيلا أستاذ الكريم. أبو منصور الثعالبي ولد سنة 350 للهجرة وتوفي سنة 429. الثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب، قيل له ذلك لأنه كان فراء قبل أن يظهر ذبه ويعلو نجمه، وهذه التسميات كثيرة جدا في الأدب العربي. صحيح.
اتصل بطائفة من رجال الأدب والملك في عصره، منهم عبيد الله بن أحمد المكيالي ومأمون بن مأمون خوارزم شاه، وكان فيما يظهر مرضيا عنه من جميع من صاحبه من الرؤساء والوزراء. الثعالبي في مجال النقد خاصة فيما يتعلق بالإنتاج لا نستطيع أن نقارنه بالآمدي أو الجرجاني وأمثالهم، فهو كما يبدو لم يحترف النقد مثلهم فيما هذا من خلال مؤلفاته وأثاره طبعا، التي ما تعلق منها بالأدب والشعر نجد فيه ذوقا يقرب من الآراء الشخصية، ما دفع بعض الباحثين المعاصرين خاصة إلى عدم عده ضمن النقاد. لكن المطلع على كتابه يتيمة الدهر بشكل خاص في محاسن أهل العصر لا يستطيع أن يقبل هذا الموقف لما اشتمل عليه هذا الكتاب النفيس من صناعة نقدية، حيث أن الكتاب عبارة في الأصل عبارة عن تراجم ترجم فيه لشعراء عصره، وهو الكتاب الذي تبدو فيه رؤيته النقدية. بسبب ترجمته للشعراء حسب الأقاليم أوقعه هذا في فعل لا يحبذه النقاد كثيرا، يعني النقاد يحبذون التقسيم بالشكل الفني ليس بالشكل التاريخي أو بالشكل الأقاليم. لكن توجد نظرية تقول بأن الأدب مرتبط بالإقليم وكذا، هذا أمر آخر. صحيح، كما قلت هذا المنهج لا يتناسب مع مراعاة القيمة الفنية، لكن ما شفع للثعالبي أنه أفرد بابا للمتنبي، وهذا الأمر المهم في كتابه يتيمة الدار، أفرد بابا للمتنبي وهذا بعد اطلاعه على كل ما كتب حول المتنبي من الصراعات والمعارك القديمة التي ذكرناها من قبل، خاصة ما كتبه الصاحب بن عباد. لذلك كان إبداعه في هذا الصدد، حيث أن كتابه كما قلت كان جامعا وظهرت فيه الموضوعية، لأنه تاريخيا متأخر عن زمن تلك المعركة. صحيح. أو تلك المعارك، لذلك نقاشه كان هادئا، تناول فيه معاني المتنبي وسرقاته والمسروق منه ومحاسنه وغير ذلك. جميل. واللافت في نقد الثعالبي أنه تناول قضية الدين وعلاقته بالنقد خاصة فيما يتعلق بالمتنبي، ونحن نعرف ذلك الجدل الكبير الذي أثاره المتنبي بسبب مواقفه. طيب، إذا من هنا دكتور حمدي أيضا نتحدث عن عالم آخر وهو الخطيب الإسكافي وعن كتابه مبادئ اللغة. في الحقيقة هذه بلاد المشرق الإسلامي يعني أفاض علماؤها في كتابة المعجمات. فعندنا الإسكافي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي، الأديب اللغوي صاحب التصانيف الحسنة، هو أحد أصحاب الصاحب ابن عباد، وكان من أهل أصبهان. قال ابن عباد: فاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة، حائك وحلاج وإسكاف. الحائك أبو علي المرزوقي، والحلاج أبو منصور بن ماشدة، والإسكاف عبد الله الخطيب. توفي الإسكافي سنة 2400، وله كثير من المصنفات، من هذه المصنفات يعني جامع التفسير، خلق الإنسان، درة التنزيل، وغرة التأويل، وهو كتاب رائع في توجيه المتشابه اللفظي. وهو من أول ما كتب في المتشابه اللفظي. شواهد كتاب سيبويه، إلى مبادئ اللغة الذي نتحدث عنه، له كتاب في نقد الشعر. كتاب مبادئ اللغة كتاب يعني ومعجم صغير من معجمات الموضوعات، يحتوي على أبواب قصيرة في السماء والكواكب والمياه والجبال والكسوة والنار والطعام والشراب والسلاح والخيل والسباع والطير والشجر والنبات وغير ذلك. وتعريفاته مختصرة وشواهده قليلة، وهي متنوعة بين قرآن وحديث وشعر وأمثال. ولم يذكر أحد من اللغويين عدا مرة واحدة اقتبس فيها من كتاب النوادر لابن الأعرابي. نعم. طبعا في منهجه كان يعني منهجا مختصرا، وقام على الإشارة السريعة أو ذكر المراد في العربي أو المراد في الفارسي. يذكر الفارسي. نعم، لأنه كان مهتما بتعليم الفارسيين أو الفرس اللغة العربية، لكي يذكر لهم المراد في العربي مع الفارسي. نعم، والفارسي. نعم، وأحيانا كان يذكر المراد في الفارسي دون المراد في العربي. نعم، لعل الكلمة
تكون واضحة في اللغة العربية فيذكر المرادف الفارسي من أجل أن يعلمهم. أما كتاب خلق الإنسان كان عربياً خالصاً، هذا عربي خالص، لم يورد فيه أي كلمات فارسية، أي تلفظة فارسية، لكن هذا الكتاب يعني كأنه يريد أن يعلم الفرس اللغة العربية، وهذه طبعا طريقه من طرق التعليم. وخلق الانسان، عفوا، خلق الانسان الاصمعي دكتور، لا كثير كتب في خلق الانسان، اكثر من واحد كتب المشهور في، نعم، الأصمعي، لانه هذه الرسائل الاولى رسائل التي سبقت المعجمات، كثير من العلماء كتبوا فيها في الموضوعات، نعم، سبقت معجمات الموضوعات ومعجمات الالفاظ. جميل. معجمات الموضوعات اخذت هذه الرسائل وجعلتها كتبا او ابوابا. نعم. يختلف نقطه يسيره، تفضل. هذا الكتاب أو هذا المعجم يختلف عن الغريب المصنف لأبي عبيد. أبو عبيد جعل أموره، يعني جعل، قسم كتابه إلى كتب عامة، كتاب تحته أبواب، فأتت الأمور يعني متماسكة متلاحمة مرتبة. هنا لا، ذكر أبوابا، ولذا جاءت قصيرة صغيرة مختصرة جدا. صحيح. مختصرة جدا. نعم. معجم صغير فعلا. نعم. إذن من هنا دكتور محمود، ما زلنا في مجال الأدب والشعر والنقد بصورة خاصة، وأنتم مختصون بذلك، حدثنا إذن عن ابن طباطبة وكتابه الشهير عيار الشعر. شكرا جزيلا أستاذ الكريم. ابن طباطبة أول شيء هو يمتلك اسما غريبا نشرحه للمشاهد الكريم. ابن طباطبة هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبة العلوي. طباطبة هي الصفة التي لحقت به لأنه كان يلثغ بالقاف فيجعلها طاء، يعني بدل من أن ينطق القاف ينطقها طاء، لذلك سمي ابن طباطبة. وفي رواية يقال أن ابن طباطبة كانت به لكنة شديدة حتى كان لا يجري على لسانه حرفان من حروف المعجم وهما الراء والكاف، فيكون مكان الراء غينا ومكان القاف همزة، وهذا موجود بشكل كبير في لدى بعض المتكلمين. وبحسب ما أورده يقوت الحموي في معجم الأدباء، فقد ولد ابن طباطبة في أصبهان ولم يبرح حتى توفي، وكان مولده كما كان مولده في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ابن طباطبة العلوي، إذا أردنا أن نتحدث عن نقده، هو شاعر وناقد مستوعب للثقافتين النقلية والعقلية. جميل. في القرن الثالث الهجري هو رائد ما يسمى بالاتجاه النقدي في الأدب والشعر. هذا الاتجاه الذي أراد من خلاله أن يضع عيارا للشعر، يعني أراد أن يضع ميزانا للشعر من حيث الماهية والمهمة والقيمة والوظيفة والصلة ببقية الفنون. وهذا المنهج هو منهج العقلانيين إن صح التعبير، أو مذهب الفلاسفة الذين ينهجون نهجا فلسفيا وليس نهجا ذوقيا فنيا، يعني يركز على ماهية الشيء ولا يركز على وصفه، حيث نزع نحو توجيه الشعراء وتعليمهم أفضل طرائق قول الشعر من خلال إثارته لعديد القضايا النقدية الهامة كثقافة الشاعر والعلاقة بين الثقافة والصنعة ومراحل بناء القصيدة وتفسير عملية الإبداع وثنائية اللفظ والمعنى ووحدة القصيدة والسرقات الشعرية وغيرها، ومراعاة مقتضى الحال، وهي قضية مهمة جدا. صحيح. بالضبط. والصدق وغيرها، كل هذه القضايا وقف منها ابن طباطبة موقف المعلم الذي يأخذ بيد الشاعر ليلقنه أصول صنعة الشعر. ابن طباطبة في، يعني كخلاصة لما نريد أن نقوله، يمكن أن نقارنه بقدامة بن جعفر والفارابي، فقط الفرق بينهما أن ابن طباطبة أضاف إلى الجوانب الفلسفية بعض القضايا الفنية والذوقية واللغوية إن صح التعبير. في نقد لذلك بالضبط، لذلك ابن طباطبة العلوي يعني كمدرسة نقدية هو مقبول لدى الأدباء والشعراء والنقاد أكثر، أو يفهم أكثر مما يفهم أبو نصر الفارابي وغيره. صحيح. ممن نحى نحوا فلسفيا. فلسفي، نعم. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من مدينة ورقلة في الجزائر دكتور محمود بن راس، أستاذ اللغة العربية المساعد، طبعا هاتفيا عفوا، بجامعة جريسون التركية. أما شكرا جزيلا لك دكتور محمود. العفو، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى قبل البيان القرآني، نبقى مع وقفة قصيرة مع فقرة سيرة عالم. ستكون هذا الأسبوع مع بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات. بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد، المعروف ببديع الزمان الهمذاني، كاتب وأديب من أسرة عربية مرموقة استوطنت مدينة همذان في بلاد فارس، وبها ولد بديع الزمان عام 358 هجرية فنسب إليها. وتمكن بديع الزمان بفضل أصله العربي وموطنه الفارسي من امتلاك الثقافتين العربية والفارسية وتضلعه في آدابهما، فكان لغوياً وأديباً وشاعراً وراوية حديث. تتلمذ في همذان على يد عدد من النحاة وعلماء الدين، أبرزهم أحمد بن فارس الأديب الكبير واللغوي الشهير صاحب المجمل في اللغة. عرف بديع الزمان بكثرة إبداعاته في النثر العربي عامة، ومن هنا جاء لقبه. ومع أنه قد خلف ديوان رسائله الذي يشتمل على أكثر من 230 رسالة أغلبها في الإخوانيات وديوان شعره، إلا أن شهرته ارتبطت كثيراً بابتداعه الفن القصصي العربي المشهور فن المقامات. المقامات هي مجموعة حكايات قصيرة متفاوتة الحجم جمعت بين النثر والشعر، وتتناول أكثرها حال الحياة في ذلك الزمان في بغداد. وكتب الهمذاني 52 مقامة أصبحت نموذجاً يحتذيه عدد كبير من الكتاب الذين جاءوا بعده. وينتمي بديع الزمان في ترسله إلى مدرسة السجع والبديع التي أرسى قواعدها ابن العميد، وتهدف المقامات إلى إعطاء دروس في الدنيا والدين بقالب فكاهي سهل الاستيعاب ولا يسبب الملل للقارئ. كتب الهمذاني مقاماته بأسلوب الراوي الذي يروي قصة للجمهور، وكان الراوي في مقاماته شخصية خيالية اسمها عيسى بن هشام، ويقص هو بدوره قصصاً عن بطل المقامات أبو الفتح الإسكندري. توفي بديع الزمان الهمذاني في مدينة هيرات بأفغانستان سنة 398 هجرية وهو في سن 40. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين بعد فقرة سيرة عالم. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني الآن، عنوان هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم في الجزء 15. حياكم الله في البيان القرآني مشاهدينا الكرام، ما زلنا في سلسلة اللغات وفي القرآن الكريم، ونحن الآن في الجزء 15 ونبدأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، في سورة طه. السؤال: ما معنى طوى هنا دكتور وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر السيوطي عن الكرماني في كتابه العجائب، واسمه غرائب التفسير وعجائب التأويل، قيل هو معرب بصيغة التمريض معناه ليلا، وقيل هو رجل بالعبرانية والمعنى إنك بالوادي المقدس يا رجل. أما الزجاجي فيذكر طوى ويذكر اللغات الموجودة فيها والقراءات المختلفة، فيقول: وقوله طوى اسم الوادي، ويجوز فيه أربعة أوجه. نعم. طوى بضم أوله بغير تنوين طوى، وتنوين طوى، وكسر أوله بتنوين طوى، وبغير تنوين طوى. فمن نونه فهو اسم الوادي، وهو مذكر سمي بمذكر على فعل نحو حطم وصرد. ومن لم ينونه ترك صرفه من جهتين، إحداهما أن يكون معدولا عن طائن فيصير مثل عمر المعدول عن عامر، صحيح. والجهة الأخرى أن يكون اسما للبقعة كما قال الله عز وجل: في البقعة المباركة من الشجرة. وإذا كسر ونون طوى فهو مثل معا وضلع مصروف،
ومن لم ينون جعله اسما للبقعة طيب. إلى آخره من الكلام. جميل. ثم الماوردي المتوفى سنة 50 و400 يذكر تأويلات خمسة ويبين أن الكلمة عربية ومن خلال هذا الكلام الكلمة عربية وليست أعجمية. صحيح. إذن أيضا من ذلك مشاهدينا الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. في الشعراء، ما معنى عبدت دكتور هنا وما لغتها؟ يذكر السيوطي عن أبي القاسم في لغات القرآن في قوله تعالى أن عبدت بني إسرائيل، قال معناه قتلت بلغة النبطي. لكن إذا ذهبنا إلى المعجمات الخاصة والعامة نجد أن الكلمة عربية، وهي موجودة بمشتقاتها المختلفة وبمعانيها المختلفة. يقول الأصفهاني: وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبدا. قال تعالى: أن عبدت بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا وخولا. وقيل ذللتهم ذلة العبيد، وقيل كلفتهم الأعمال الشاقة التي تكلف مثلها العبدان، إلى آخره من الكلام، الذي يدل على أن الكلمة موجودة في لسان العربي بالمشتقات المختلفة وبالمعاني المختلفة، فهي عربية، مادتها عربية من عبد عبدة. يعني صحيح. نعم. إذن من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. في سورة التوبة، ما معنى عدن وما لغتها دكتور؟ نعم. السيوطي يذكر رواية لابن جرير الطبري أن ذكر جماعة أن معنى جنات عدن جنات أعناب وكروم، ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس سأل كعبا عن جنات عدن فقال: هي الكروم والأعناب بالسريانية. وفي تفسير جويبر في سورة غافر: عدن بالرومية. طبعا الأزهري في تهذيب اللغة يتكلم عن عدن ويقول بطنان الجنة، ثم يقول: وبطنانها وسطها، وبطنان الأودية المواضع التي يستريض فيها الماء ماء السهل فيكرم نباتها، واحدها بطن. قال الأزهري: والعدن مأخوذ من قولك عدن فلان بالمكان إذا قام به يعدن عدونا، قاله أبو زيد وابن العربي. مشتقة عربية يعني. عربية صحيح. ومحقق المحقق المهذب يقول: الكلمة من المشترك السامي. أيضا من ذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. في سبأ، ما معنى العرم هنا وما لغتها؟ نعم. يذكر السيوطي عن ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: سيل العرم. قال: العرم بالحبشية، وهي المسنات التي يجتمع فيها الماء ثم ينبسق. السمين الحلبي في معجمه يقول: العرم اسم الوادي. وقيل اسم الخلد، نوع من أنواع الفئران، الذي نقب السد حتى فتح وسال ماؤه فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم. وقيل العرم المسنات. قال ابن الأعرابي: العرم من أسماء الفأرة. طيب. ومنه قولهم في المثل: لا يعرف الهر من البر. نعم، الهر السناور والبر الفأرة. طيب. وقيل العارم المطر الشديد، وخصه بعضهم بالفأر الذكر. طيب. وأصل العرامة. نعم. الشدة والشراسة وصعوبة الخلق. ومنه رجل عارم ويقال عرم يعرم، فهو صحيح. عارم، يعني المشتقات كلها عربية. فالكلمة صحيح. عربية. وأيضا نعم. نعم دكتور، انتهى الوقت. الأخفش قال: هو عربي ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز. جميل. المسنة. نعم. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. شكرا جزيلا لكم أستاذنا. بارك الله فيكم. وإياكم نلقاكم الأسبوع المقبل مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.